طلعت اللايف ده محمد ها؟ عربي انجليزي عربي انجليزي بس اديني فرصه بس اغير الاسماء وارجع تاني او اغيرها وهو شغال اونلاين. افتح من عندك دلوقتي عربي انجليزي كله ستيبل عربي محمد اللي هي الاساسيه بتاعتك. احمد اخدت انت دبل تيب من الرجال اي اي سي؟ اه بس مش هنا في المكتب. في المكتب بكره بنجيب في المكتب حطه. ماشي. طب الطالب اللي عندي مش عايز الوفر كده؟ لا لا بس هنا حطه. عاوز لينك الانجليزي معانا. شغال تيست 1 2 3 تيست سلام. اهلا المدير. انا كده الانجليزي مظبوط. انا العربي. اليوم مباراة دوري بين العربي والسد. نتمنى للجميع متابعة مميزة. وشكرا للجميع واهلا وسهلا بكم. السادة المتابعين تيست 1 2 3 تيست أصلاً جوالي من الكمبيوتر مش سامع شيء. محمد لو معلش لو الشبكة ده على الشبكة افصل. ده اللابتوب شوف لك شبكة ام سي اس. اشكرك يا حبيبي. معلش يا محمد بس انت شايف انت نفسك عارف ده شبكة فيه. لا انا بقول لك يعني انت عارف ما تزعلش انا بقول لك اطلع لك. لا فهمان بالعكس انت هنا اشوف على ايش شبك ام سي اس. انا كلي ام سي اس حتى الكواليتي احمد واصله لل 700. في فرق بين الكواليتي والبيت ريت. انا اليوم هلا الحين حضرت فيديو ايش يعني بيت ريت نص ساعه بيحكي معناته الطاقة المطلوبة لضغط اللي تعمل انكود للفيديو. الانكودر تعمل له الطاقة. بس ممتاز بكواليتي حلوة تعال شوف. هي مش هتقدر تقومها اللي مشروط في الفيديو ده. ده الفرق بينهم. كده انا راضي. انا راضي. بس دي عم تهز ليش؟ راس فار. راس فار. غيرها في التنزيلة من فوق. بس فير اللي عندك اصلا خلاص خلاص شوف معلش اليوتيوب والتويتر التويتر فيسبوك شوف الاسماء فيهم صح ولا غلط. تويتر طالع نهائي الامير. لا فيسبوك تغير واليوتيوب تغير. لا التويتر صح بس في إعادة حمحيها انه طلعت ثواني. So
تست 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 This is a test broadcast العربي versus Assad. هيك صوت ممتاز عملت له.
قاعد ازعق ده بقالي 5 دقايق بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قنوات الاتحاد القطري لكرة السلة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد، لقاء ضمن فعاليات الدوري القطري موسم 2018-2019، لقاء منتظر من جميع الفرق، لقاء يحدد خارطة الطريق، لقاء العربي حامل اللقب السد المتصدر للائحة الترتيب بلا هزيمة. إذن فوز السد اليوم يجعل السد منفردا، يعزف منفردا في الصدارة، يكون الفريق الوحيد الذي لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، بينما فوز العربي بعنوان نقطة ومن أول السطر، حيث يتساوى الفرق من الأول إلى السابع في عدد مرات الفوز بفارق مباراة وحيدة. يكون أكثر أو أسوأ الفرق حظاً له هزيمتين، بينما الأول له هزيمة. من الأول إلى السابع تكون هناك الآمال متساوية، ونرجع من تاني نشوف بعد 4 أسابيع البداية من جديد. أعزائي المشاهدين، هذا إذا فاز العربي. لو فاز السد يا الجرح يزيد، مشكلة حاتم مملوك ورفاقه تزيد، ولكن السد يكون منفردا في المركز الأول بعد أن تلقى الوكرة هزيمته الأولى أمس على يد قطر، وتلقى الغرافة أيضا هزيمته الأولى. إذن جميع الفرق تلقت هزائم ما عدا السد إذا فاز اليوم، لكن إذا تغلب اليوم سيكون الفريق الوحيد الذي لم يتلقى هزيمة. دعونا نستمتع بلقاء منتظر، لقاء أتوقع أن يكون تحت صفيح ساخن، وبالفعل كرة القفز الآن. مرة أخرى عدنا معكم هنا من قاعة نادي الغرافة وكرة القفز لهذا اللقاء. على تنفيذ كرة القفز ويليام بيرد المحترف القديم في فريق العربي، حيث حاتم مملوك يعقد عليه آمال كبيرة، وناصر الرئيس لاعب ارتكاز منتخبنا الوطني. الكرة أعزائي المشاهدين لمصلحة السد الزعيم في موسم جديد متصدر للدوري بعد أن فاز بثلاث لقاءات. من مدة السد ما عملهاش، من فترة كبيرة لم نرى السد يفوز بثلاث لقاءات متتالية. دومينيك جيمز، والمتابعات عمر سيك، كريستيان، يبدأ بكريستيان اليوم حاتم، وبجواره عمر سيك وخالد وويليام وأنكروم دالان المحترف عليه علامات استفهام. خالد لازم يرجع، إذا كان العربي عاوز يكسب لازم خالد سليمان يعود. خالد سليمان موسم 2018 الموسم الماضي كان رمان بميزان كبيرة، هو وويليام بيرد وعمر سيك والرفاق الشباب
اللي موجودين على البنش وفي الملعب منهم كريستيان وتالا وخالد رشدي في الحصول على بطولتين. الفيك الدخول الدرايف الوقوف وهنا البلوك شوت حاضر ميرو سلاف يصوب في يد دالن مرة أخرى. ويليام بيرد ويليام بيرد يا سلام خالد تحرك إذن خالد يقطع إذن هي سلة أولى للعرباوية. العرباوية العربي هو نادي القرن بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القرن الماضي. إنه العربي صاحب الإنجازات والتاريخ وفي جميع الألعاب النادي العربي تراه في الكرة السلة كرة القدم الكرة الطائرة نادي كبير نادي عريق ولا يقل عنه الزعيم الزعيم السداوي العالمي أيضا كلاهما حصل على بطولة الخليج. واوي على طول ماكينة دومينيك جيمز تبدأ في العمل. الدرايف الإيزي درايف خلي بالك خلي بالك لو دومينيك اشتغل ما حدش بيوقف دومينيك. اوعى يجيلك دومينيك. انكروم دالون وان اون وان اثبات الوجود بالفعل الموف الرائع والتصويبة والتسجيلة. العربوية بداية جيدة وهنا عمر سيك يقف بالمرصاد لأندريا وكريستيان والثقة والكرة الحائرة. دالن تاني دالن يصوب اها لازم دالن دالن الخائف من المغادرة. هذا هو حاله طبعا. هيكون مباراة لي هامة جدا لإثبات وجوده داخل الكتيبة العربوية. مرة أخرى دومينيك جيمز البحث عن مصطفى فودة. مصطفى هنا لميرو على طول قذيفة 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 من أندريا. أندريا التصويب من بعيد. أندريا ميلتونوفيتش اللاعب القادم من الدوري البرتغالي من نادي بورتو ومن قبله فرنسا. خالد والخبرات خالد والتصويب وعمر سيك في المتبعة ولكن مرة أخرى ناصر يظهر. المباراة سريعة مباراة جميع الكرات تحت السلة بالالتحام القوي بالقوة والتركيز لقاء ناري بدأ سريعا والتصويب والكيرف رائع ولكن هنا المتابعة مرة أخرى لميروسلاف ميروسلاف والتصويب لناصر والكرة حائرة دائما دومينيك جيمز مركز. ويليام لم يقدم ما قدمه الموسم الماضي حتى الآن لسه بدري. كل اللي احنا بنحكي فيه ده ثلاث مباريات من موسم لا تساوي شيء. العبرة بالخواتيم. كريستيان فضل يبدأ بكريستيان. تالا لم يجهز بدنيا. ويليام والتصويبة مكانك يا ويليام يا حظك ولكن كريستيان يقوم بالمتابعة. إذن هو اختيار صائب لحاتم مملوك المدير الفني لفريق العربي. يا سلام على الباص وخطأ دفاعي يغرم السد التأخر. 8 العرباوية 5 السدوية. العربي والسد لقاء من أهم لقاءات الدور الأول بالنسبة للفريقين. العربي للإصرار للوجود ضمن أفضل 4 فرق. السد للريادة والخطأ الشخصي ميروسلاف توديتش. ميروسلاف اللاعب رقم 34 اللاعب البوسني المميز رائع رغم طوله 2.06 متر لكن صاحب مهارات عالية خليته طبعا يلعب في فرنسا يلعب في البرتغال يلعب في اليونان يلعب في أوروبا. لاعب فعلا اختيار رائع من السد. هنا الستيل خالد سليمان في حديث خاص مع ناصر. لازم على طول الكوتش مانوس والوقت المستقطع. أول مرة يطلب الوقت المستقطع مبكرا. كوتش نادي السد دائما يبدأ بقوة ودائما الريادة عفوا ولكن هنا العربي يفرض سيطرته. وقت مستقطع ونعود نستمتع بهذا اللقاء الناري.
نجحنا في بداية اللقاء، هذا هو عنوان العربي، نجح في السيطرة على مجريات المنتصف الأول من الفترة الأولى. اللقاء السد والعربي مرة أخرى، المحاولات للعربوية في الدفاع، الدفاع القوي هو الحل. بالفعل أغلقت الطرق أمام دومينيك وارفاقو، لم يتمكن من الاقتراب من السلة تحت عنوان ممنوع الاقتراب أو التصويب أيضا. هنا ميروسلاف والحلول، ميرو دومينيك، لا ما حدش بيعرف يوقف دومينيك جيمز والخطأ الشخصي. الخطأ الشخصي الثاني على عمر سيك، المأزق عند حاتم مملوك غير موافق على هذا الخطأ، لكن مرة أخرى ميروسلاف على طول، لاعب خطير يا ميرو يا ميرو، ميروسلاف توديتش اللاعب البوسني في صفوف السد، هداف رائع بالتصويبات رغم طوله 2.6 متر. مرة أخرى التمريرات كريستيان، عمر سيك عليه خطأين، التصويبة والدومينيك جيمز والترانزيشن، ميرو 1-on-1 بيلعب على عمر زكي، عارف انه 2 فاول، عاوز يحصل منه على الخطأ، لا حصل منه على الأهم السلة. إذن ميروسلاف هو هداف اللقاء للآن، يسيطر على السلة بعد التعويض وعودة فريق السد والتعادل الأول. كريستيان كيك اوت، دالان أنكرام هوب لوك شوت روعة، ومرة أخرى دالان يبقى يجرب، المحاولات صعبة للوصول لسلة السدوية بعد التايم اوت، عمر سيك بيحلها. بالفعل عمر سيك مع الحلول، عمر سيك مع المفتاح، عرف مكان الباب، سجل وتفوق مرة أخرى العربي والأند وان. تبديل أكيد عمر بعد الرمية هيغيره حاتم، بعد ما يلعب الرمية الحرة، لأنه هو اللي مرتكب خطأين عاوز يحافظ عليه، ما عندوش طريق للفوز بلا عمر سيك، ما تسجلتش مش هيقدر يغيره. الحاج علي صالح على التغيير. المباراة متكافئة، 12 نقطة عربي، 10 للسد هذا اللقاء، والتصويبة من القادم من على بنش البدلاء باباكار، وميرسلاف توديتش يحصل على الخطأ الشخصي. الحاج علي صالح بديلا عن عمر سيك في صفوف فريق العربي. الكرة مع مصطفى فودة، باباكار الاختراق الدبل جامب، ولكن هنا المتابعات، والحج علي صالح، الحج علي صالح يحصل على خطأ بذكاء من باباكار. هنشوف بالفعل قرار الحكم انه خطأ شخصي لمصلحة الخطأ الشخصي الثاني على باباكار. مصطفى فودة ومهمة خاصة في الدفاع على صانع الألعاب كريستيان، أقل من 3 دقائق، الفترة مرت بسرعة، المباراة حماسية أكثر منها فنيا، ولكنها مشوقة لتبادل الأدوار. ولكن العربي منذ البداية، العربي منذ البداية مستمر في الصدارة، ما 12 العربي 10 السد. ميروسلاف، ميروسلاف بيلعب بظهره وبيلعب بوشه، أروع اللاعبين بصراحة في صفوف السد مع دومينيك جيمس. اللونج باس يا سلام يا سلام على الأسيست يا أنكرم، دالان أنكرم اللونج باس
لخالد سليمان، وخالد يقبل الهدية ويسجل النقطة 14. إذن 14 فريق العربي، 10 أبناء فريق السد المتصدرين للائحة ترتيب الفرق حتى الآن. لكن العربي هل هي عودة روح لأبطال الدوري العربي؟ ويتلقى السد هزيمته الأولى على يد العربي بعد أن تلقى أمس الوكرة. إذن مفيش حد أفضل من حد، كل الفرق ترجع تاني لنقطة الصفر. لو حصل الكلام ده النهاردة، ما الفرق ما بين الأول والسابع هيكون نقطة وحيدة. بعد يا السلام الحاج علي صالح الخادم من نادي الشمال يخترق برشاقة ومرونة. يا جمالك يا عمار، 16 عربي 10 السد المخضرم يحصل على الخطأ الشخصي من دالان أنكرم. خالد الأحبابي الحكم الدولي بينه وما بين اللعبة تقريبا متر واحد، أكيد عنده زاوية الرؤية. وجاسم يؤكد، جاسم يؤكد ويسلم الكرة لميروسلاف على التصويب من أجل التعويض. حسدناك ولا إيه؟ رمية حرة تانية. تنجح الرمية الحرة الثانية لفريق السد للتقليص. الدفاعات ضاغطة بطول الملعب، وتنجح الدفاعات وينجح فريق السد في الحصول على الكرة. بالفعل نجاحنا الدفاع، الخمس نقاط فقط هي الفارق. مرة أخرى ميروسلاف دومينيك جيمز، مرة أخرى لأندريا، وعي السلام يا دومينيك على المتابعة والكيك أوت. مرة أخرى الدرايف والكيك أوت، وجيمز جيمز جيمز هو 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 جيمز على طول 3 بوينت مان من آخر الدنيا. رائع يا دومينيك جيمز، أعاد السد للمباراة. لكن خالد سليمان لسه فين؟ خالد لسه، خالد مرجعش، أين أنت يا خالد؟ هذا هو حال حاتم مملوك. ودومينيك مرة أخرى يفضل الهدوء. بابا كار لا يعرف الهدوء، بابا كار سريع الطلقات، بابا كار آر بي جي، أول ما بيشوف الهدف ما بيفكرش، يطلق على طول الدانة. عاوز خبرات بابا كار. ويليام مش في حالته، خالد لسه مرجعش، ودومينيك يهدي الملعب. وفودة الفارق سلة 14 ثانية. إذن هي وان شوت، آخر هجمات، آخر هجمات السدوية. دومينيك بالخبرات، فودة بالتصويبات، وفعلا يا فودة في الميعاد. الخطير مصطفى فودة يجعل السد متقدم مع آخر صافرة نهاية الفترة الأولى، صوب في الميعاد. إذن أعزائي المشاهدين، هو راحت ما بين الفترة الأولى والثانية بعشرين نقطة للسد مقابل 16 للعربي. تنتهي فترة أولى سريعة، انتظرونا ونعود لنستكمل اللقاء.
عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال هذا اللقاء ما بين السد المتصدر والعربي بطل النسخة الماضية. عنوان الشوط ميروسلاف مسجل 9 نقاط كاملة لفريق السد. إذن هو أهم اللاعبين ويلي دومينيك جيمز ب5 ومصطفى فودة بالثلاثية الرائعة. خالد والبحث، خالد والوقوف، أهو ده التفاهم رائع دايما فريق العربي في هذه الألعاب. توقيع حاتم مملوك بالفعل، ألعاب على طول بيشوفوا بعض والقطع من تحت البيبوت وبيلعب تحت على طول. هنا مصطفى فودة ومرة أخرى الحاج علي صالح الذي يلبس ثياب عمر سيك في التمركز. خالد دع الكريستيان والحاج يتألق، والله رائع يا علي صالح، ولكن مع مين؟ إنه ميروسلاف العملاق نجم الفترة الأولى. محاولات جديدة، الاختراق من باباكار الرائع، سيمي هوك رائع من باباكار على اللوحة. تغيير في شكل أداءات باباكار، بدأ الآن يأخذ الخبرات، هيكون ليه فايدة كبيرة في صفوف المنتخب الوطني. ودلن اللغز، دلن اللغز والتصويب، أكيد في فرق ما بينه وما بين ستوفر محترف الموسم الماضي. باباكار، ويا سلام على التفاهم، وظهر في الصورة هنا أندريا ميتودوفيتش بباص سحرية من ميروسلاف، ويتقدم السد للمرة الأولى في هذا اللقاء بهذا التقدم 21-18. والتايم اوت على طول طبعا حاتم مملوك لإعادة ترتيب الأوراق. أعزائي المشاهدين، يتصدر لائحة ترتيب الدوري العام للموسم 2018-2019 حتى هذا التوقيت فريق نادي السد، بينما كان يتنافس معاه حتى الأمس نادي الوكرة. كان السد والوكرة والشمال والغرافة لكل منهما فوزين، ولكن الغرافة تلقى هزيمة وحيدة، الوكرة أيضا تلقى هزيمة وحيدة، ومن ثم الشمال أيضا. إذن لم يتبقى من الانطلاق القوي لتلك الفرق الأربعة سوى السد. العربي مبكرا تلقى هزيمته من الشمال، يحاول التأكيد والعودة إنه بطل الدوري ليظل في المنافسة. السبع فرق التي تحتل المراكز الأولى جميعها لها الحظوظ حتى الآن. مرة أخرى يا سلام باص، ولكن الدفاعات الفولاذية يا خالد ما كانتش بتضيع، دي بقى باد لك فعلا يا خالد. دلن 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 أنكروم دلن، تصويبة التعادل، 3 بوينت رائع في حينه في وقته، إنها لغة التعادل الآن 21-21، التعادل لكلا الفريقين ومتبقي أقل من 8 دقائق. وميروسلاف التصويب السريع، خالد والباص الأسرع، الحاج علي والاستلاب بلوكشوت بوم بوم في اللوحة، مش ممكن، سمعت صوتها من الناحية الثانية، البلوكشوت بانسيابية رائع، تركيز وارتقاء نجم المباراة. لو صوب دي يبقى عمل الصعب كله، ولكن لم يسجل. التعادل التعادل، السد والعربي، خالد والتصويبة لسه يا خالد. خالد لم يكتشف أداءات خالد سليمان الموسم الماضي في الدوري وكأس الأمير والخليج والعربية، الموسم الأكثر من رائع
موسم استثنائي كان للنادي العربي، ولكن لسه خالد سليمان، لسه ويليام بيرد، كريستيان. يا سلام على الرائع، هو ده المكسب، هو ده المكسب كريستيان من على البيز لاين، على الدرايف الرائع، والتقدم ابيض عرباوي. مصطفى فودة مرة أخرى، التمريرات دومينيك جيمس، الكات، الكيك أوت، وبابا كار وعدم التركيز. إذن هناك تبديلات لكلا الفريقين. كريستيان يتلقى التحية، خروق من حاتم مملوك وزملائه، بالفعل أدى أداء جيد، وظهور لتالا لاعب المنتخب الوطني العائد من الإصابة. وفي الجهة الأخرى ميروسلاف يتم تبديله بناصر في محاولة للسد للعودة، متأخر بنقطتين، ولكن هنا دومينيك جيمز بطريقة حراس المرمى، وهنا بطريقة الاختراقات، ويطالب بالخطأ الشخصي، ولكن القرار في الآخر، الكرة مع خالد سليمان، والتمرير والمحاولة، الدرايف. لا 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 لا، لسه يا ويليام، لسه يا ويليام، مش هو ده ويليام ويل. على طول الكرة لمصلحة السد، كان متخصص في السبين، متخصص في تغيير اتجاهه، في التسجيل الايزي باسكت، لكن ايضا ويليام عاد من الخارج مش غير ومختلف عن ويليام الداخل. مرة اخرى المحاولات، ناصر، التمريرات، البحث مرة اخرى عن التعويض، والتسويب، بوم بوم بوم، 3 بوينت رائع. الله الله الله، السد يعود بتسويبة بعيدة المدى مع وسطة اللاعب أندريا. أندريا يضع السد في المقدمة، نقطة وحيدة. مباراة سجال، العربي يقدم مباراة غير، العربي يقدم أفضل مباريات. دالن، دالن يسجل. إذن التقدم الآن نقطة، مرة عربي، مرة سد. المباراة المتأرجحة، المباراة مرة فوق ومرة تحت، والكرة الخطأ الشخصي لمصلحة دومينيك جيمس. الشمال عذرا، العربي 25، السد 24، خطأ شخصي أول على تالا. مصطفى فودة على التنفيذ. أها، الخطأ في الدفاعات، ولكن ميروسلاف أيضا لم يقدم. خالد هيلعب 1-on-1. لا، فضل خالد العودة مرة أخرى. تالا على التصويب، تالا بيصوب وبيبقى ويحققها. رائع يا تالا، رائع، إكسلنت. 28-24، رائع التصويبة. وهنا ميروسلاف ومحاولة، الكابتن والفيك، باك تانك، بوم بوم بوم، الدنك والمرور والوقوف في الهواء. الرجل صاحب السبرينج، السوسد في أقدامه، يطير في السماء، يسجل ويقف ويضرب اللوحة على طول. إنه دومينيك جيمس يعود بفريق السد. تالا مرة أخرى، أنكرم، خالد، الكات، الله على الأسيست، الله على الأيوب، وقبلها ويليام بيرد. إذن البساطة السحرية لابن سليمان، التقدم للعربوية، 30 نقطة العربي، 26 نقطة الزعيم السداوي. ميروسلاف التصويبة، ويليام، ولكن الناصر يتدخل وتخرج الكرة من يد ويليام. عودة الرائع، الرائع ميروسلاف، من صوب الأخيرة هو أندريا اللاعب الصربي. وصول مرة أخرى لميروسلاف. مصطفى العملاق، ولكن الدفاعات قوية. تالا وأنكرم، نايس باس، لا 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 لا،
حرام عليك يا حج علي، حرام عليك. الكرة ايه؟ نزعت القلوب. بوفيصل ام نط في السماء، هو وتركي مديرين الفريق كانوا ينتظرون لعبة عربوية شيك. والله هو اكيد الخطأ هنا. جاسم نظر الخطأ الشخصي الاوفنسيف فاول. خالد الحبابي يتناقش مع جاسم نظر، رأى حاجة تاني التداول، ولكن جاسم بالفعل وقرار سليم 100%، قرار سليم من جاسم. وخالد الحبابي عقب المشاورة التقدم ب30 نقطة للعرباوية. عودة العربي القديم، عربي الموسم الماضي يعود اليوم أمام السد ب26، أقل من 3 دقائق. لا تذهبوا بعيدا، المباراة على صفيح ساخن. وقت مستقطع ونعود بمشيئة الله. عدنا أعزائي المشاهدين، آخر 3 دقائق في اللقاء. في منتصف اللقاء العربي متقدم بفارق 4 نقاط. ويليام بيرد هو ويليام عملها. ويليام تصويباته هو ده، عرفت منين انه هيعرف يعملها؟ لما فتح البرجل، لما راح على طول. هو ويليام قلت لكم قبل ما يلعبها. إذن 32 نقطة مقابل 26، والمحاولات مرة أخرى للسداوية في محاولة للتعويض والتقليص قبل منتصف المباراة. ومصطفى فودة، وهنا ويليام يتدخل وتخرج الكرة لمصلحة فريق النادي السد. مصطفى فودة على إدخال الكرة من الحد النهائي. استلام للكرة، هيلعب وان اون وان على الحج علي صالح. فرق القوة، لا، عمل الكيك اوت على طول. بندر جنب الكرة، بالفعل خطأ شخصي، إعاقة من بندر، عذرا من علي الحج علي صالح أو عمار. الخطأ الأول. جاسم نظر على تسليم الكرة. وقت مستقطع لنادي السد، 32 العربي، 26 السد. والوقت المستقطع، الكوتش مانوس لأول مرة منذ بداية الموسم نادي السد في وضع التعويض بعد أن فاز ب3 مباريات، بعد أن كان قبل هذا اللقاء هو المتصدر للدوري بلا هزيمة. اليوم العربي يكشر عن أنيابه، العربي يقدم 18 دقيقة ولا أروع، 18 دقيقة نتذكر بها الموسم الماضي بطل الدوري وكأس الأمير فريق النادي العربي، ثالث الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة الخليج، ومن ثم لعب البطولة العربية. كان قدم موسم أكثر من رائع الموسم الماضي، كان موسم مميز للعربي والوكرة وقطر، الثلاث فرق كانوا الحصان الأسود.
الموسم الماضي، ولكن الآن بهذه الوضعية بهذا الشكل إذا تمكن العربي من الاستمرار والفوز هتكون الفرصة مواتية لسبع فرق، السبع فرق من الأول إلى السابع يفصلهم مباراة وحيدة، نقطة وحيدة، هنعود من نقطة ومن أول السطر. أما إذا فاز السد سيغرد منفردا أبناء الزعيم مصطفى فودة. مرة أخرى ألعاب ستار، السويتش يغلقها، ناصر، دومينيك جيمس، الدفاع المنطقة، الكيك أوت هو الحل، هو الحل بالفعل، هو الحل دائما. ميروسلاف توديتش هو الحل بثلاث نقاط لفريق السدوية وتصويبة للتعويض لنادي السد رائعة، ويليام والكرة تصويبة باس بلوك ومن ثم بلوك، إذن طوال القامة للأسود السداوي يغلقان جميع الطرق. ميرو تاني لا، عمل الفيك، عمل الكيك، هو فودة صوبها، والمتابعة هنا لعمر سيك. الدقيقة والعشر ثواني هي المتبقي عزيزي المشاهد، 32-29، ومباراة جاءت متساوية متكافئة. العربي عاد من جديد والسد لا يترك المباراة بسهولة، نايس موب، ولكن الكرة في الأخير يا عمر في يد فودة، فودة لدومينيك والتصويبة، لكن هنا ناصر وخروج الكرة خارج الملعب. أندريا حاول يصوب من الكورنر، سبعة واربعين ثانية فقط ونصل 32-29. مصطفى فودة الأوفنسيف فاول، ناصر يستعجل، ناصر على طول يرتكب خطأ شخصي بلا أي داعي. 24 سنة ينقصه كثير من الخبرات، العائد من دوري الجامعات الأمريكي. الخطأ الثاني، لاعب المستقبل للمنتخب الوطني، لاعب مواطن بهذه الخامة الرائعة، أكيد لاعب أكثر من مهم. دلن الاختراق والدخول واللي يعمل الليب بالشامب ويحجل في وسطهم، ولكن يحصل على الخطأ الشخصي ورميتين حرتين. العربي لازال متقدم عزيزي المشاهد، خارج الحسابات، الجميع متوقع السد يقدم مباراة كبيرة يفوز بسهولة، ولكن العربي اليوم غير. دلن خلي بالك يا دلن، الفرصة الأخيرة أكيد أكيد في تجهيزات لتبديلك لو ما عرفتش تثبت وجودك. على طول سجل النقطتين، عودة البابا كار، عودة بابا كار نجم المنتخب لثري اون ثري تحت 23 سنة، المتأهل لبطولة العالم في هذا الصيف بمشيئة الله. مرة أخرى دومينيك جيمس، دومينيك جيمس المحاولات، ومرة أخرى البحث عن الصغرة، 11 ثانية وبابا كار، بابا كار يا عيني يا بابا كار مش مركز لسه. أعزائي المشاهدين، الخمس نقاط والهجمة الأخيرة لأبناء العربي. عزيزي المشاهد، مرة أخرى دلن، الدرايف، المحاولة والدفاعات، وبالفعل تنتهي هذه الفترة ونصل لمنتصف المباراة. العربي 34، السد 29، لا تذهبوا بعيدا، إنها المباراة النارية.
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم بيوم جديد مباريات جديده من مباريات الاتحاد القطري لكره السله. اليوم يوم مثير بكل المباريات. المباراه الاولى حاليا تجمع بين نادي العربي ونادي السله. النتائج تشير الى تقدم نادي العربي ب 34 نقطه مقابل 29. بيسايد مي ذا ليجند كوتش ان ذا جال اند ذا عرب كانتري كوتش روبرت تايلر. ويلكم اند جود تو سي يو كوتش. For the mention of being a legend, but it makes me feel old. But I guess, no, you're still young, so I guess I am old. You're welcome, Coach. We are happy to see you here in the channel. With the game, Arabia said it's a little bit physical game. So, can you tell us what you see in the first and second quarter? Both teams want to win this game. You know, SAG Club came out this season at a very high level. Arabi this year is different from last year. They was Stuver with a foreign player, and they will add one player, Al Hajj. Do you think Arabi will, the curve from Arabi will go step by step up? You know, the thing is, and always fight is a problem. Last year they had a chemistry, which started to fit them at this high level. Big time. And, you know, this is only game four, even though they played some earlier competition in the AFC Championship. The chemistry of the team is more offensive and defensively is not there yet. Yeah. So we have to see how it's going to look in 2 weeks. Yeah. The coaching staff is excellent. Coach Howden is an excellent coach. He understands how to teach. How to force his team, how to play every unit. You see, he is very, very smart at defending what he wants to do. So, it takes time. Yes. If they would have brought Stover back in this team, there's no question they would be far ahead of him. Yes. Anytime you take the impact player out, you bring a new impact player, it's not. It's not. Yes. It takes time. We're talking about a set team, a set big change, especially on defense. They have this year three professional, one of them sharp shooter, one of them very good point guard. We know them very well, Nick, and a big one with a can play outside and inside. You can see the chemistry between them defensively and offensively. How you can tell us about? Well, it's flexible. They have balance and flexibility. When you look at them, they can play either with three big players. They can play with one big player or a small player. They have three young players, two national team players. They have three professionals, two from Europe, one from the United States, who are veteran players. So it was easier for them to put this chemistry together. Yes. Coach Manos wanted to dictate exactly how it's going to play. And an excellent tactician, very good teacher. They have five players who average double figures. That is extremely normally, you have three professionals who have double figures, and then the local players are below 10, like below 10 or 8 points. SAG has five, six players who have double figures. He can rotate between them. The chemistry is a little bit better now than the other team. Now, they're down 5 points, so they're going to have to find a way to go in, adjust to the speed and the hustle of everything, see how they can take back control of the game in the third or fourth. If
you are the Arabi coach, what the points you will work on the third? I'm going to do exactly what I've done in the second quarter. I'm not changing anything. Nothing. I'm going to keep the defensive pressure on. They only got beat one time versus the pressure with a dunk by Dominique James. But the rest of the time, their pressure on defense did not allow Sad to come down and run the ball. And then when you rebound the ball, run at them. Because they ran at them and they missed probably four layups, five layups. Yes. Had those layups gone in, this score would be a lot higher than it is right now. I said? Sad to say. Come down, try to take your time, open the court up, put the ball inside to Big Andre at number 35 instead of keeping him consistently out of the court. I move him down on the low post, put the ball in, let Araby make whatever adjustment they want to make on him. If he needs to kick it out, kick it out. He has three-point shooters everywhere. Exactly. If he wants to play one-on-one, I allow him to play one-on-one, and now I put myself back into the game, plus I get back on defense. Thank you very much, Coach. We hope to see you a good game. We have also, after we finish the third or fourth quarter, we will continue our analysis. Okay then. مشاهدينا الكرام مثل ما سمعتوا الكوتش روبرتو حيلو بالكوارتر الأول والثاني بالانتقال سريع للكابتن والتعليق مع الكابتن أشرف توفيق. إليك الميكروفون كابتن أشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قنوات الاتحاد القطري لكرة السلة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وعدنا من جديد، عدنا معكم لهذا اللقاء الساخن، اللقاء الناري، لقاء عودة العربوية. 37 العربي، 29 السد، في لقاء يأتي ضمن الجولة الرابعة من الدوري القطري. يتصدر فريق السد لائحة الترتيب بفوز جميع مبارياته، بينما العربي تعثر أمام الشمال. إذن هي مباراة عودة للعربي أو استمرار للسد. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، التمرير الإنسايد، يا السلام، هو ده التفاهم، هو ده الكلام، هي دي عودة العربوية. زي ما قلت لحضراتكم، عندما يحدث التفاهم ما بين عمر سيك وويليام بيرد، بالفعل ذكرونا معهم وثالثهم خالد التصويبة لهداف المباراة. حتى الآن اللاعب ميروسلاف بتسجيل بنقطتين، النقطة رقم 13 لهذا اللاعب المميز ميروسلاف توديتش. خالد سليمان العملاق ميروسلاف 2.9 متر، ويليام أنكروم دلن هداف العربي، وهنا بطريقة الفولي بول والدبل هاند بلوك شوت من دومينيك جيمز. خبرات دومينيك مرة أخرى لهذا الهداف، فودة تصويب، ولكن هنا مش ممكن، عملوا البوكس أوت. مثلث ارتدادي رائع من خالد وويليام وعمر، ويليام راح ولكن تروح ايضا الكره، الترانزيشن والفاست بريك والاليوب باس، ولكن باك هاند، لكن هنا الخطا من يد خالد سليمان. التقدم بثمان نقاط حتى الان لفريق العربي، بعودة الروح لفريق العربي. والسدوية يبحثون عن الفوز واستمرار التفوق واستمرار التقدم. الصورة واضحة أمام الجميع اليوم، إزاي المباراة متكافئة وجميلة. ميروسلاف التنفيذ، لم تنجح. ميروسلاف هو هداف فريق السد ب 12 نقطة في الفترة الأولى قبل أن يسجل مع بداية النص الثاني والفترة الثالثة، بينما هنا خالد سليمان
والدرايف من على البيس لاين صعبة هنا. هنا الكمين وهنا ويليام الكات في الميعاد والقطع والتفاهم من ويليام بير. خالد سليمان ويليام عمر سيكا المثلث المرعب الموسم الماضي، لكن لازم يكون لدلن دور كبير حتى تكتمل الصورة. دلن يترك الباص لحاتم، ويليام يمرر لدلن ولكن خارج الحدود، خارج الخطوط والسايد لاين. دومينيك جيمس إضافة قوية بدون شك للساد داوية. في انتظار الهاندوف ويليام قطع الطريق، ميروسلاف عاد تاني مكان تصويبته، لكن هنا يظهر كريستيان والتمرير لخالد، خالد أول زوي وعبد الله عسلامة. خالد سليمان عندما يجري خالد، عندما يسجل خالد يكون العربي كالعادة متقدم مرة أخرى. ميرو والنجاح رائع رائع، ميرو سلاف توديتش في تصويبه بثري بوينتس بعيدة المعدة كالعادة، يتصدر قائمة هداف المباراة حتى الآن هذا اللاعب الأكثر من رائع. دالان دالان هداف الفترة الأولى والثانية، دالان لغز كبير، ويليام والعودة، جيمس والارتقاء، مباراة سريعة، مباراة فيها من الكر والفر كثير أكثر من السيت بلاي في هذه الثلاث هجمات الأخيرة. عودة مصطفى فودة وكريستيان، حديث جانبي من أصحاب الواحد وعشرين عام. أنكرم أراها دومينيك، أرى الباص وبيقولوها على طول، خلا ضحك عليك يا أنكرم، ضحك عليك وخد منك الخطأ الشخصي. صغير السن قادم من دوري جامعات الأمريكي، لازال العربي متقدم بواحد واربعين نقطة مقابل 37، أقل من ست دقائق على نهاية الفترة الثالثة. دومينيك والتصويب من فوق في السماء ولكن خارج السلة. خالد الدفاعات، المنطقة الزون ديفنس لنادي السد، تغيير في أنواع الدفاعات. فرصة خالد، قال له خد يا كريستيان هبل الهدية وصوبها، سجلها كريستيان. روعة، العربي اليوم غير، العربي مختلف، العربي عاد بثوب الموسم الماضي. هل يتمكن أن يستكمل المباراة؟ 15 دقيقة لسه بدري. دومينيك وميروسلاف يمكن يكون اليوم رأي تاني. دالان والتيرن أوفرز بدأت من فريق السد. ويليام، ويليام عمر في منطقته اللي بيحبها، عارفها وحافظها، فاهمها وشايفها، استناها ولعبها. هنا المنطقة تحمل اسم عمر سيك، الهاي بوست من على القلبه من ناحيتين، لازم تلاقي عمر سيك يسجل. السد الاسيس باس ولا يقبل الهدية. بابا كار، بابا كار، الكوتش محتار مانوس يعمل ايه. اول مرة السنة دي يكون في موقف التعويض. الانسايد ويليام والسبرين، لكن هنا فودة الانطلاق، لعبة بالفاست بريك والتسجيل، عودة للتسجيل لفريق السد بواسطة أندريا، أندريا ميلوتونيفيتش لاعب الصربي في صفوف السد القادم من فرنسا. وهنا الاستيل أو خروج الكرة خارج الملعب. المباراة سريعة، مباراة في منتهى السرعة والندية والتكافؤ، غير معلومة الهوية إلى أين تذهب، إلى السد أم إلى العربي. دالان
التصويبة خالد سليمان بوم 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 خزائف خالد تبدأ قنابل خالد سريع الطلقات بيطلق ثلاثية جديدة الفارق للمرة الأولى 10 نقاط للعربي مصطفى فودة مصطفى والبحث عن الثغرات ميروسلاف دائما عنده الحل ميرو المطالبة بالفاول لكن لا فاول ولا ريباوند والكرة جاسم هو الأقرب لمصلحة الأبيض العرباوي العربي يعود عزيزي المشاهد في هذا اللقاء بلا شك مهما كانت نتيجة اللقاء الثقة على وجه حاتم يبتسم ويتحرك هو ده حاتم هو ده العربي موسم الماضي فعلا النهاردة العربي يقدم 27 دقيقة ولا أروع حتى الآن بلا شك السد يبحث عن استمرار الفوز ياسر أحمد مساعد المدرب يتوجه للكوتش مانوس للتذكير هنا عمر سيك أها باباكار دومينيك جيمز فين حلولك يا دومينيك أين دومينيك هنا إحدى الحلول والخطأ الشخصي على ويليام لازم كان هو يتصرف دومينيك لازم الكرة تروح لدومينيك آخر 3 هجمات الكرة ما راحتش لدومينيك بالوجه اللائق إذن الوقت المستقطع والعشر نقاط كان هذا هو حديث المدربين لمطالبة الوقت المستقطع ماذا أن تفاعل يا كوتش مانوس والمتبقي أقل من 3 دقائق دعونا ننتظر عقب نهاية الوقت المستقطع لا تذهبوا بعيدا لقاء تحت عنوان اللقاء الناري ما بين السد والعربي عدنا أعزائي المشاهدين لاستكمال الاستمتاع بهذا اللقاء 27 دقيقة تذكرنا بمباريات نهائية بمباريات رائعة ما بين العربي والسد السد يقدم موسم عودة له موسم بعد انتصارات بطولة خليج بطولة محلية وإقليمية ويمثل كرة السلة قضارية لمدة 3 مواسم متتالية في بطولة الخليج إذن من ثم لم يحقق المطلوب الموسم الماضي لم يصل إلى أي من المربعات في 3 بطولات يتصدر في 3 لقاءات السابقة العربي هل هي العودة ويليام لا يا ويليام لسه ما رجعتش يا ويليام لسه يا ويليام دومينيك هو اللي راح القطار السريع دومينيك جيمز الفاست بريك الفاست ترين إنه دومينيك جيمز التسجيل السريع هي العودة هو الضغطة شوف بقى الدفاع إيه الزون ضاغط من خارج المنطقة لا 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 هنا محاولات فرصة خالد للتصويب ولكن دومينيك هيروح دومينيك رايح هيكمل دومينيك هيخلص دومينيك سجلها بالفعل إنه دومينيك جيمز كما كنت أتحدث معكم الحل هنا بيد دومينيك بالفعل دومينيك يسجل 4 نقاط متتالية أعزائي المشاهدين الفارق 4 نقاط أيضا الوقت المستقطع لحاتم مملوك للحاق بالمباراة لا تذهبوا بعيدا المباراة سريعة
عدنا أعزائي المشاهدين، الدفاع الضاغط من السد في محاولة للعودة قبل نهاية الفترة الثالثة، وبالفعل ينجح مصطفى عصام دومينيك جيمز الباباكار. المحاولة مرة أخرى في تقليص الفارق المتبقي أقل من دقيقتين، هنا مصطفى، ولكن الكرة لمصلحة فريق السد ترتطم بقدم عمر سيك وإدخال الكرة من الحد الجانبي، استكمال لزمن الهجمة لا تجديد للزمن، الارتطام غير متعمد. 7 ثواني فقط، سبع ثواني مرة أخرى، دومينيك والتصويب من بعيد ولكنها بعيدة، ولكن المتابعة لباباكار يحيي الهجمة من جديد. 1:15 دومينيك ضاعت يا دومينيك. خالد سليمان الخبرات الدبل تيم، ولكن ويليام تالى على التصويب ولكن خالد على المتابعة، خالد سليمان على المتابعة، تالى من جديد. أقل من دقيقة أخيرة، 4 نقاط للعربي والاختراق من دالان أنكروم. أي كلام من دالان أنكروم، وهنا دومينيك للتمرير باليد الواحدة لمصطفى فودا. مرة أخرى ميروسلاف لأندريا، لكن باد باس. عبد الرحيم أبو عيسى في التبديل بديلاً عن دومينيك جيمز. الدفاعات ضغطة، 33 ثانية، خايف على دومينيك الكوتش مانوس. مرة أخرى الدفاعات قوية تالا، وتم نجاح لكسر البريس من فريق العربي. 22 ثانية لم يسجل العربي منذ أكثر من 2 دقيقة. هنا الخطأ الشخصي حاضر. خالد الأحبابي، الخطأ هنا على مش على ميروسلاف، الخطأ على أندريا. وعمر سيك، هل هيفك نحس العربي ولا لا؟ بالفعل لم يأولى ناجحة. أعزائي المشاهدين، 16 ثانية فقط تفصلنا على نهاية الفترة الثالثة، ونصل إلى فترة الحسم، فترة الفوز، فترة نهاية المباراة. والمتابعة هنا لمصلحة فريق السد، عبد الرحيم أشرف، مصطفى عبد الرحيم من مراحل السنية لنادي السد، مصطفى قصيرة، وبالفعل نهاية لزمن الفترة الثالثة. أعزائي المشاهدين، 5 نقاط الفارق هي العنوان لمصلحة العربي. العربي عزيزي المشاهد، هنا الكوتش آصف حداد في تفصيل لأحداث الفترة الثالثة. كوتش آصف، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور كابتن. الوصف التفصيلي للفترة الثالثة. طيب. السد من خلال الدفاع الضاغط حسن انه ياخذ 3-4 كور ورا بعض. العربي حاليا بمشكله، ما عم يلاقي الحلول لحتى يابر بنص الملعب ويدخل بالاوفنس تبعه. من خلال مشاهدتي للكوارتر الثالث، اتصور انه المدرب السد عمل تغييرين او 3 تغييرات، ادجستمنت جود ادجستمنت بالديفنس تبعه، عم يحاول يسكر على الشارب شوتر برا مع العربي خالد واللاعب الثاني دلن. مبدئيا يعني انا شايف المباراه رح تروح كلوز اكثر من هيك، يعني شايفين 5 نقط للعربي، لكن لا، هالمباراه ممكن تروح كلوز اكثر من هيك. العربي متصدر ومتقدم منذ البدايه، السد في طريق العوده. نعم. ماذا يفعل العربي للاستمرار وايضا السد للتعويض؟ العربي لازم يهدي رتم الجيم تبعه، لانه السد هو عايز العربي ياخذ قرارات متسرعه بالاوفنس، وخاصه انه ينهي الكره، ما بده الكره، السد مش عايز العربي ينهي الكره تحت الباسكت عشان ما يصير في مس ماتش، خاصه مع اللاعب مصطفى فودا واللاعب نيك.
السد لازم يضل بنفس الرتم، لازم يضغط على حامل الكرة، بالأخص إنه العربي ما عنده بوينت جارد صريح. يعني نحن عم نشوف تالا أو اللاعب الثاني كريستيان ما لهم بوينت جارد صريح، إحنا اللاعب رقم اثنين. فالسد عم يشتغل صح، العربي لازم يلاقي حلول لحتى يوصل الكرة بالإنسايد، يحسن يركب فولات أكثر على البيجاز عند السد. توقعك لكابتن؟ والله مباراة صعبة كتير تكهن فيها، يعني فريقين كتير قراب لبعض. أنا شايف والله العليم مباراة ممكن تروح إكسترا تايم أو ممكن تنتهي بالثواني الأخيرة، يعني كلوز جيم متوقع إن شاء الله. شكراً كابتن آصف حداد، ونعود معكم أعزائي المشاهدين لهذا اللقاء الكلوز جيم تحت هذا العنوان. نبدأ فترة رابعة، خمس نقاط هي الفارق عزيزي المشاهد، خمس نقاط لمصلحة العربي المتقدم منذ البداية. إذن السد هل يعود؟ العربي يستكمل شوط متكافئ؟ لا نعلم ولا نعرف إلى أين يذهب هذا اللقاء الناري. أحد التصادمات الهامة في هذا الموسم، العربي الوكرة قطر كانت الحصان الأسود في البطولة السابقة، أصحاب التتويج والمراكز ورابعهم الغرافة، ولكن هذا الموسم السد والشمال والأهلي ليس ببعيد. إذن كل الاحتمالات مفتوحة، وهنا الأوفنسيف فاول على عمر سيك. هالمأزق يا حاتم، الخطأ الثالث. تالا مصطفى، حديث جانبي أعزائي المشاهدين ما بين تالا ومصطفى. مرة أخرى دومينيك والتصويب والتسجيل، لا زال دومينيك جيمز مفتاح التقدم السداوي. الاختراقات بسهولة ومرونة وسط مشاهدة من دفاعات العربي، دومينيك يتحرك بسهولة داخل دفاعات العربي. هنا خطأ شخصي على أندريا، الخطأ الشخصي لمصلحة ويليام بيرد. خطأ شخصي ثاني على اللاعب الصربي المميز القادم من الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي. أين أنكرم؟ عمر سيك، خالد سليمان، المحاولات، الدفاعات قوية، ارتطام الكرة في السلة، الهدف من الخارج، في القانون جسم السلة يعتبر خارج الملعب. إذن الكرة ادخال من الحد النهائي بواسطة أندريا. مصطفى فودة، خطأ على تالا. ثلاث نقاط، مباراة سريعة، مباراة نارية. هنا فودة، ومرة أخرى مصطفى فودة. أندريا، محاولات جديدة، وبابا كار دينينج. الخطأ هنا على مين؟ مرة أخرى على أنكرم دالن. الخطأ الثالث، الرقم ثلاثة في الأخطاء الشخصية بدأ يظهر مرة ثانية للاعبي نادي العربي، عمر وأنكرم دالن، اثنين من المحترفين. فترة أخيرة، دومينيك ميرو يبحث عن تصويبة، ودالن منفردا في المتابعة. الترانزيشن، ويليام هنا يتدخل في الستيل، دومينيك جيمس، دومينيك اللاعب المحوري في فريق السد لفودة. فودة التصويبة لفودة بثلاث نقاط والتعادل. مصطفى فودة دائما تصويباته لها رقم، ويا سلام على الأساس الرائع، عمر سيك ياخد هدية من خالد سليمان. ميروسلاف وأندريا على طول يروحوا له يعمل الأسيس الرائع. هي دي الألعاب اللي متعودين عليها من فريق العربي. فودة مرة أخرى، المباراة مش ممكن، المباراة سريعة، وتالا في مشكلة دفاعية مع مصطفى فودة.
فرق في اللياقة، فرق في المهارات الفردية ما بين اللاعبين. وبالفعل حاتم مملوك يتم استبدال تالا وينزل بديلا عن كريستيان. التقدم بسلة واحدة 52-50 عزيزي المشاهد في شوط رابع، في شوط رابع لا زال متكافئ والفارق نقطة واحدة. الكوتش آصف حداد ملخص الثلاث دقائق السبع دقائق المتبقية إن شاء الله. العربي المفروض يعني يضل متابع لحتى يحط الكرة بإيد خالد سليمان وويليام. عم نشوف البيك اند رول، عم الاختراق مع البيز لاين مثل ما احنا شايفين، عم يحاول العربي بالسبيريت لهاي تبعه بالبنتريشن مع البيز لاين ياخذ يحصل فاولات اكثر. طبعا خبره خالد سليمان بالاضافه للسبيريت تبع ويليام عم يساوي فرق كبير بالجيم. السد في مس ماتش ما عم يقدر يستغله بالهاي سكرين مع نيك واللاعب الصرب الطويل رقم 34. حنشوف لسه المباراه لسه سبع دقائق طويله لسه حنكمل فيها ان شاء الله يا كوتش آصف. وعدنا اعزائي المشاهدين لاستكمال اللقاء، هنشوف هل العربي هيقدر يحافظ ويكمل ولا السد هيرجع ويعوض. وهنا ميرو ودومينيك ولكن خدها ببطن رجله على شكلة راس الحربة، لكن هنا ممنوع. الكرة لمصلحة العربي، فرصة للعربي، ولكن السد الدفاعات المان تو مان والبريس قوية للغاية، ولكن رجوع اللاعب الرابع يعطي أفضلية للعربي. ويليام، خالد مرة أخرى، خالد أنكرم، فين أنكرم؟ فين هذا المحترف؟ كان ممكن ياخذ الأندوان، لكن هو البنية الجسمانية أقل بكثير، ولكن يحصل على رميتين من بابا كارديانج. الخطأ الرابع على بابا كار. بالفعل رمية حرة أولى ناجحة لمصلحة العربي، يؤكد بها التقدم والتفوق. عزيز المشاهد رمية ثانية ناجحة، الفارق ست نقاط عزيز المشاهد، والمتبقي لسه بدري خالص، سبع دقائق، مباراة كاملة لا تذهب بعيدا، لقاء قلما ما يتكرر. مصطفى فودا الكيك اوت بابا كر، لكن يا بابا يا سلام على الريباوند، الايزي ريباوند من فوق راس خالد يحصل عليها هذا اللاعب المميز اندريا. خالد سليمان، التمريرات والدفاع منطقة وتصويبة، لكن المتابعة للسدوية. حلول التصويبات ليست هي الحل لهذا الدفاع القوي الفولاذي، لكن هنا جيمز يصوب أيضا، تصويبة من هنا تصويبة هناك، والكرات خارج السلة. المتبقي ست دقائق عزيزي المشاهد، الفارق أربع نقاط. أنكرم الاختراق من على البيس لاين، وهنا الكت من عمر سيك، نجاح في التسجيل، نجاح مرة أخرى للعربي بنفس الألعاب وبنفس الطريقة. إذن هناك مشكلة كبيرة في دفاع الزون للسد، نزول لناصر لاستكمال هذا الدفاع وإعادة ترتيب أوراق الدفاع. عمر سيك على التنفيذ. لم تنجح الرمية. دومينيك جيمس، دومينيك يا دومينيك، دومينيك رايح، دومينيك البحث عن الكيك اوت. مصطفى فودا الانطلاقات والضرب من بعيد هو عنوان مصطفى فودا، يسجل النقاط بثلاث نقاط مستمرة. كم انت رائع يا مصطفى، ما
مرة أخرى الله 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 خالد يعوض خالد يسجل المباراة تشتعل المباراة تشتعل هنا تصويبة هناك ثلاثية كنت أتحدث معكم لا تذهبوا بعيدا ناصر القادم من بنش البدلاء ولكن هنا مشكلة المتابعة كالعادة ينجح هنا اللاعب أندريا الخطأ الشخصي رميتين حرتين لمصلحة أندريا التبديل الحاج علي صالح بديلا عن أنكروم خمس دقائق لا تنجح الرمية الأولى رمية حرة ثانية لا تنجح الرميات اللاعب المحترف أندريا ميلوتوفيتش اللاعب الصربي في وقت حساس وقت لا يليق تضييع رميات كريستيان خالد على طول خدها بعد البيك رول لكن لم تنجح هذه المرة دومينيك والتعقل دومينيك والحفاظ على التيمبو لفريق السد والتصويبة لم تنجح هذه المرة ولكن فاصل من محاولات المتابعة ترسى في الآخر في يد خالد سليمان كريستيان الفيك يفضل التمرير الكتفين من الحاج علي لكن عمر والوان اون وان ويا سلام على الموم عمر سيك الله 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 الهوك الذهبية والسبن الرائع من هذا عمر سيك الرائع عندما يعود خالد سليمان عندما يتفوق عمر سيك يكون العربي دائما هو المتفوق ب 64 مقابل 56 على آخر أربع دقائق رايحين والكوتش آصف حداد ماذا متوقع في القادم وما آت العربي كابتن أشرف عارفان يتعامل مع الجيم السد عم متسرع يعني عايز ينهي الجيم بشكل مبكر عايز يرجع بسكور بالثري بوينت من برا من القوس عم نشوف رميات متسرعة وقرارات متسرعة من نادي السد حتى شفنا اللاعب يعني البيج جايز عم يطلعوا لبرا عم يشوطوا من برا العربي بالعكس عم يعرف يتعامل مع الجيم عم يعرف يحط كرة انسايد عم يساوي بنتريشن عم يصبر على الهجمة تبعه عم تدور الكرة صح عم يحسن يحصل فاولات يعني بشكل عام العربي عم يعرف يتعامل بالإضافة للسبيرت العالي يلي العربي الروح العالية اللي موجودة عنده صحيح واضحة جدا عم يقدروا يرجعوا للجيم يعني عم نشوف حتى عمر سيك عم ياخذ قرارات بالون اون وان نحن متعودين عمر دائما يعني ياخذ هيك قرارات فلا الجيم لسه في وقت اربع دقائق لسه وقت كثير طويل بتصور انه السد ما رح يضل مكمل كوتش مانوس اكيد رح يساوي ادجستمنت رح يتعدل بالديفنس والاوفنس تبعه حنشوف شو ممكن يصير حنشوف كوتش عاصم هنشوف شو ممكن يصير هذا ما قاله كوتش آصف حداد وبالفعل هنشوف ايه اللي هيحصل بالمصري وبالسوري وبالقطري وبجميع اللغات العربية ننقل لكم اللهجات انه استوديو وقناة الكيو بي اف قناة الاتحاد القطري لكرة السلة التي تذيع الان باللغة العربية وباللغة الانجليزية ويوجد الكوتش روبرت تايلور الخبير الفني الاشهر في المنطقة بصوته نفس المباراة على القناة الثانية وانتظروا المزيد من قنوات الاتحاد وننتظر المزيد في اللقاء وننتظر المتعة في هذا اللقاء في هذا الدوري المباراة لو خلصت كده بعنوان هيكون نقطة ومن أول السطر هنبقى رجعنا لورا أربع أسابيع كل الفرق أفضل فريق خسران مباراة أسوأ فريق في السبعة اللي فوق خسران مباراتين إذن كل الأماني هتكون موجودة لجميع الفرق للوصول إلى المربع إذا قلنا الخور يعاني من قلة اللاعبين وخبرتهم والريان للإصابات إذن السبع أندية كلهم هيكون لهم نفس احتمالات دخول المربع هيكون باقي دوري ناري بعد عودة قطر بعد هزيمة الشمال بعد
تأخر الغرافة والوكرة، وهنا السد المتصدر حتى الآن، العربي يعود. إذن دوري بطعم المنافسة النارية في موسم 2018-2019 حتى الآن 64-56، والباس والحج علي والكيك أوت كريستيان البيس لاين، يا سلام بيبصيها بحرفنة على طول. الكرة حيرة، الحماس يا قلبك يا كريستيان، يا ثقتك يا ابني بتعمل ايه، لكن مش وقته. 56-64 وفعلا بيكلمه سليم الراجحي مساعد المدرب، بيقول له لا داعي للاستعجال خالد، والمطالبة الله 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 الله، خالد سليمان يأتي بالعربي ويؤكد التقدم ب 11 نقطة للمرة الأولى. الله عليك يا ابن سليمان، الله عليك. وهنا الدفاعات هيعوضها البابا، البابا ديينج البحث دائما، لكن هنا أندري والمحاولات مرة أخرى. 14 ثانية جديدة، هجمة جديدة، مش عارفين ناخد نفسنا في آخر 3 دقائق. المتخصص يصوب بوم 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 على طول، هنا ثلاثية وهناك ثلاثية، إنه ميروسلاف توديتش يسجل ليعود المباراة، تعود من جديد، لا أحد يعلم إلى أين النهاية. الحاج علي مرة أخرى، يا سلام على الفيك علي صالح، يا حجو يا حجو تسرعت يا مولانا. الكرة هنا لدومينيك، الترانزيشن، فودا ريسي، فودا كبر، عرف امتى يقف وامتى يروح، عقبال باباكار وتالا والشباب للمستقبل المنتخب. هنا الوقت المستقطع الإجباري، دومينيك جيمز يعود بالسد بعد تصويبة كما تحدثنا ميروسلاف دومينيك جيمز، هما مفاتيح لعب نادي السد، وبالفعل الفارق 5 نقاط. كوتش آصف زي ما انت توقعت، لسه المباراة في الملعب، لسه المباراة بالملعب، يعني السد بال 2-3 بوينت عم يحسن يرجع على الجيم. العربي وان كويك ديسيجن، عم قرار متسرع من الحاج، اخذوا عليه ترانزيشن. مجمل العربي موقف مفاتيح السد، يعني عم نشوف البول سكرين على نيك، عم يصير في سويتشينج على كل كرة. عارفانين النادي العربي انه نيك هو مفتاح كل هجمة، من نيك بيبتدي الاوفنس، بالاضافة حاطين خالد عم يدافع على اللاعب الثاني المحترف الثاني الوينج الثاني الشارف شوتر اندريا، تمام، فمسكرين على اندريا وبنفس الوقت مسكرين على نيك. السد يعني بشوطة ما حنقول متسرعة او محظوظة، لا، حسن يساوي روتيشن صح وشوت وحسن يرجع للجيم. دقيقتين و14 ثانية، لسه المباراة بالملعب. بتصور السد لازم يضغط أكثر على حامل الكرة، ما يسمح أبدا بالإيزي باسكت، لازم يكلف العربي ولو يوقف على الرمية الحرة لحتى يرجع السد يرجع للجيم. هنشوف يا كوتش الدقيقتين فيهم إيه، حوار الدفاع، السيطرة الدفاعية، هل الدفاع المتقدم السريع القوي لنادي السد، أم التماسك والدفاع الجماعي لنادي العربي هو هيكون دائما هو رمان الميزان. بالفعل الدفاعات الضاغطة على فريق من فريق السد، 3 لاعبين لازم يجي لهم المدد من الرابع، بالفعل لازم. الكرة الآن ويليام خالد سليمان، خالد سليمان ويليام مرة أخرى، أنكرم في الملعب، خالد البحث عن الثغرات، دفاع قوي للغاية من دومينيك بالفعل، وهياخد منه إيه، خد منه الكرة، خد منه السلة، إذن هي القوة كما تحدثنا، الديفنس الأهات لصبية وشباب نادي السد، الفرحة للعودة، الفارق ثلاثية، المتبقي 1.5 دقيقة على نهاية هذا اللقاء. مرة أخرى دالان، أنكرم دالان، ويليام الكرة في الأقدام، وأنكرم
إذن بثلاث هجمات دفاعية فولاذية يعود السدوية إلى اللقاء. بالفعل الدفاع الضاغط القوي عندهم من الإمكانيات مصطفى فودة والمعلم دومينيك جيمز ولعيب بيشابه لاعبين ألعاب القوى باباكار. إذن الدفاع القوي هو الأدفانتج دائما للسدوية. هل يتقدم السد؟ لم يتقدم سوى مرتين، مرة في بداية اللقاء ومرة في الفترة الثالثة. هل هيتقدم في الوقت الحاسم؟ أو دومينيك، هو دومينيك، آها الأوفنسيف فاول هنا ميروسلاف توديتش يرتكب الخطأ الشخصي. اللاعب البوسني المخضرم في صفوف فريق السد خطأ ليس في وقته، هيغرم هو هداف اللقاء حتى الآن ب 24 نقطة. مهم جدا ويليام على التصويب، أعتقد أن الخطأ كان مع أنكرم لكن طبعا الحكام هي الأقرب. ويليام، أعزائي المشاهدين متبقي دقيقة على نهاية هذا اللقاء الناري، وويليام في الأوقات الحاسمة ينجح في التسجيل. إذن دقيقة أخيرة، خمس نقاط عربي، الكرة مع السد، هجمة المباراة، الكرة المفتاح، لعبة عودة الجيم أكيد من دومينيك جيمز. أها دومينيك لم يأتي، دومينيك ما عملهاش. هجمة نهاية اللقاء للعربوية، لسه هنشوف كده المباراة هيلعب على الزمن. أكيد خبراتك يا ابن سليمان، خالد بيلعب على الوقت والسد يشاهد الفريق والتمريرات والسبعة وعشرين ثانية لسه الفارق تصويبتين. من سيحرز الأولى؟ باباكار لهنا الزمن يمر. هي يعود اللقاء من جديد. الله الله الله، إنها كرة السلة تصويبة. الجميع تأكد إن المباراة انتهت إلا السدوية، عملوا الدفاع القوي وهنا حصلوا على الكرة. أندريا يصوب يقلص الفارق، الفارق ثلاثية وحيدة. ما أجملك لعبة كرة السلة عزيزي المشاهد، 14 ثانية سلة وحيدة فقط. كان هو عاوز اثنين بوزيشن، واحد بثلاثة واحد باثنين، خلص الأول بثلاثة جات له والوقت المستقطع. كوتش آصف هيعمل ايه؟ كوتش العربي يعني البنتريشن اللي سواه كريستيان الفلبيني كلفه ترن اوفر بثلاث نقاط، رجع السد للجيم. السد اكيد هلا حاليا رح يساوي فاول، بتصور انا حيساوي الفاول على الباد شوتر، يعني المفروض يساوي فاول على لعيب مثل كريستيان، على لعيب ما حيساوي فاول على خالد. اكيد رح يحاول يحط الكره بسايد معين رح يمنع الثلاث نقاط، رح يساوي فاول يوقف الهجمه. العربي المفروض يوقف مفاتيح السد بالانسايد، يعني بتصور النقطتين 69 67 المفروض السد يروح على النقطتين انسايد لحتى يطلع بالجيم ايكوال ان شاء الله. كوتش آصف ثواني ونستعد ونسلم الاستوديو التحليلي، فلا تذهبوا بعيدا اعزائي المشاهدين. 14 ثانية نارية، 14 ثانية واللقاء هنا السخونة في دوري موسم 2018-2019. مباراة نارية ما بين حامل اللقب ومتصدر الدوري. 14 ثانية كرة المباراة، الإطباق والخمس ثواني. الله 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 الله، القرار تحكيمي بإطباق فريق السد على فريق التايم أوت. هنا طبعا للسد، مش ممكن يحرم العربي من إنهاء المباراة، يحرم العربي من إنهاء المباراة بالكرة بمخالفة بالخمس ثواني بعدم إدخال الكرة. إذن الكرة لمصلحة السد، الفارق نقطتين فقط. يا لها كرة السلة، ثلاث مرات العربي كان عنده الفرصة يخلص، كان هيخلص اللقاء متقدم منذ الدقيقة الأولى، ولكن سرعان ما عاد السد، دفاعات قوية
هنا لغة الديفنس هي التي تسيطر على اللقاء، وبالفعل تأتي الآن لغة الأتاك للفريق السد. هل ينهيها؟ هل ينهي هذا اللقاء الدراماتيكي؟ هل نذهب إلى وقت مستقطع؟ لا نعلم عزيزي المشاهد، ماذا تتوقع كوتش آصف حداد؟ مثل ما توقعنا كابتن، يعني يا أما المباراة إكسترا تايم أو مباراة كلوز جيم فرق النقطة حتى خلاص. أنا بصوراتي هلا قرار كل مدرب فيهم، هل نادي العربي رح يساوي فاول وينهي المباراة الكرة بإيده هو متقدم أو لا، حيلعب على الجود ديفنس، يلعب بالفيس تو فيس ديفنس جود ديفنس، ويحاول ياخذ يجبر نادي السد ياخذ باد ديسيجن وينهي الجيم. هذا اللي حنشوفه بالملعب، المدربين كل واحد فيهم شو قراراته. بالفعل الان 14 ثانية، كل من في الملعب، الجميع في انتظار المشهد الاخير لعبة المباراة. الانسايد طبعا دومينيك شامز، لا 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 التعادل لسه المباراة فيها 10 ثواني، السد عاوز المباراة، رايحين على اكسترا تايم ولا التعادل؟ تصويبة المباراة خالد سليمان، ما فيش تصويب يا خالد، ممنوع ممنوع. بالفعل الاكسترا تايم، مش ممكن مش ممكن، مباراة روعة، مباراة مثيرة خارج الحسابات. التعادل هو سيد الموقف بال 69 رحنا على التعادل. أعزائي المشاهدين، مباراة مش ممكن، ماراثون غير متوقع، ماراثون أكثر من رائع. التعادل، العربي حامل اللقب كاد أن يفعلها، كاد أن يعود، ولكن سرعان السد هنا يصل إلى منتهاه، إلى هدفه، والإكسترا تايم. الفرق ما بين اللياقة البدنية للسد والمهارات، شفنا ميروسلاف مكمل للآخر، والتعادل. كوتش آصف، مباراة جديدة، مباراة للتعادل، كان فارق، كان باقي 5 دقائق في اللقاء، فالفارق 10 نقاط لمصلحة فريق العربي، ولكن السد قدر يعوض. هل بقى العشر نقاط دي هتكون بقى من نصيب نادي السد، هيعرف يكسب ولا العربي ممكن؟ أنا بوجهة نظري لسه الكف متساوي، لحد الآن الكف متساوي، لكن اللي بيميز أو اللي بيعطي أدفانتج لنادي السد هو أعمار لاعبين صغيرة نوعا ما، يعني لاين أب تبع نادي السد عنده لاعبين أو 3 لاعبين أعمار صغيرة، لاعبين العربي ابتدوا يعني يصير في عندهم إجهاد. صحيح. حتى خالد عم يشوفه تعب أوفنسيفلي وديفنسيفلي، عم نشوف يعني، لكن هل الخبرات ممكن تساعده؟ الخبرات نعم، هلا هون بقى كيف نادي العربي رح يتعامل مع مفاتيح نادي السد، كيف رح يوقف هاي المفاتيح هاي، هذا اللي حنشوفه. ولكن الفريقين بشكل عام عم يحسنوا يسووا ادجستمنت صح للمباراة، المدربين عم يغيروا، عم يحسنوا ينوعوا بالهجوم تبعهم. بتصور خلال 5 دقائق القادمين رح نشوف انسايد جيم اكثر منه بسبب الفاولات، يعني عم نشوف اللاعب رقم 6 عنده ترابل فاول، 4 فاول، لاعب رقم 5 بالسد كمان ترابل فاول، 4 فاول عنده. بتصوري الجيم رايح انسايد اكثر منه اوتسايد هلا بالوقت الحالي. لكن لياقه طبعا السد، هي الحديث دلوقتي ما بين القوه البدنيه لنادي السد. السد اعمار صغيره اصغر من نادي العربي، يعني وحتى مصطفى يعني لاعبين المنتخبات اللي عندهم اياهم خلال طبعاً الفتره الاولى، ولو دومينيك اكيد. يعني المباراة لسه كلوز، يعني بتصور ما حتنتهي للثواني الأخيرة، يعني ما فريق اللي حيطلع الثاني فرق 10 نقاط. صحيح يا كوتش، هنشوف دلوقتي المباراة من أول وجديد، عاد اللقاء من أول وجديد، عاد لقاء السد والعربي، وكأننا نبدأ من جديد. التعادل والإكسترا تايم، الوقت الإضافي عزيزي المشاهد، في مباراة نارية، مباراة استمتعنا بها في هذا اللقاء الرائع ما بين العربي والسد. تمكن السد من العودة، تمكن السد من التعويض، ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث. ميروسلاف النجم الذي عاد بالفريق، وأندريا، وهنا عمر سيك، خطأ شخصي رابع، خطأ شخصي غير مبرر يا عمر، خسارة، ما تزنقش فرقتك يا عمر، لكن هنشوف، لسه بدري لسه بدري، اللقاء مستمر، اللقاء ناري ما بين العربي بطل الدوري، السد المتصدر. وهنا نصل إلى الوقت الإضافي الأول، الحاج علي صالح يفضل حاتم مملوك، إراحة عمر سيك،
على الأقل في الدقيقتين القادمتين أربع أخطاء شخصية حتى يتثنى له إنهاء اللقاء في الوقت الهام، الوقت النهائي، الوقت الحسم. عزيزي المشاهد، نقطة أولى، نقطة أولى لميروسلاف توديتش يسجل الرميتين. إذن التقدم لفريق السد للزعيم السداوي في الوقت الإضافي. عزيزي المشاهد مرة أخرى من لسه قفلوله البيزلاين، قفلوله خلاص هذه الصخرة الكبيرة التي كان يعتمد عليها. خمس ثواني، الإطباق على الكرة، تم الدفاعات قوية على مصطفى فودة من الوضع جالسا. مرة أخرى كريستيان، الدخول، الكيك أوت، خالد سليمان، رجع خالد بينا تاني، رجع خالد باللقاء مرة أخرى. التقدم للعربي، التقدم للعربي. عزيزي المشاهد، مرة أخرى، لكن العربي في سبيل العودة. التقدم مرة أخرى للعربي، التقدم مرة أخرى. أنكرم المحاولات، الدخول، التسجيل. لا 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 يا أنكرم، أنكرم حرام عليك يا دالن. مرة أخرى الترانزيشن، دومينيك والاختراقات، ويف، كيك أوت، انتظار للمعلم ميروسلاف باباكار، لعبة البيزلاين، لكن فضل يخش وبعلا. وهنا تمريرات ميروسلاف مستنيها، ولكن باباكار بيلاقيها. هجمة جديدة، التقدم نقطة وحيدة لفريق العربي، والباص ميروسلاف. يا سلام يا سلام، الألعاب الرائعة ما بين دومينيك وميروسلاف، اثنين معلمين بصراحة. أقل من ثلاث دقائق، التقدم نقطة لمصلحة فريق السد. ويليام بيرد على طول، دومينيك دالن، وهنا الأخطاء الدفاعية وخطأ الآن، سبورتسمان لايك فاول، الخطأ الشخصي الذي سيغرم فريق السد عذرا العربي. رميتين حرتين وحيازة من منتصف الملعب. التنفيذ، اللاعب الصربي أندريا أندليا ميلوتونيفيتش، عدم نجاح للرمية الأولى. ينجح في الرمية الثانية. الحيازة للسد. عزيزي المشاهد، منعطف أخير في اللقاء. نحن الآن في وقت إضافي أول، والمحاولات، وهنا التيرن أوفر. هل حل التعب على أبناء البوسنة والصرب أندريا وميروسلاف، أم الخبرات تعود بهم من جديد؟ دومينيك صاحب الدفاعات القوية والهجوم الأروع، وهنا الحاج علي خالد، ولكن باباكار يتفوق في المتابعة، وهنا لكن خالد يتفوق في الاستيل والتسجيل. يعمر بيتك، يخرب اللي زعلك يا ابن سليمان. ايه ده يا ابن ده، ايه الخبرات واللمسات في توقيتات ذهب، ايديك تتلف في حرير يا خالد. التعادل 74 لكلا الفريقين،
لغة التعادل هي المسيطرة على اللقاء. شوف 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 لقاء التصويب الانسايد الكات ميروسلاف والتصويب والمتابعة الأندرية. ميروسلاف يرتكب من الأخطاء الهجومية في آخر اللقاء ما تغرم السد اللقاء. كريستيان يا ها خسارة يا كريستيان. هنا دومينيك جيمز والإيزي تانك. الله الله يا دومينيك رايح فين يا ابني؟ ده راسه في الحلقة مش إيده في الحلقة. إنه دومينيك جيمز عمر سيك لقاء القوة ولكن الكيك أوت. سلة للسد. السد أهم هجمات العربي. هنا عمر سيك يحصل على خطأ شخصي من عملاق فريق السد ميروسلاف ديوتيتش صاحب الاثنين متر والستة سنتيمترات. رائع هذا اللاعب 33 سنة ولكن يؤدي أداءات الشباب. خبرات وتراكم خبرات رائع. 26 نقطة هداف اللقاء حتى الآن. رائع ميروسلاف. عمر سيك الغزال الثاني الحج علي صالح. لازال عمر سيك خارج. متوقع دائما في هذا التوقيت لولا كوتش آصف هو اللي قال لي الحج علي صالح لان انا على طول متوقع هو ده وقت عمر سيك. مرة ثانية هذا الأندريا الذي لم يقدم المطلوب منه في الفترة الرابعة ولا الإكسترا تايم. أندريا قال للمعلم ميروسلاف نقطته 28 انسايد تلاقيه في الميديم تشوفه في الثلاثية يصوب نجم اللقاء بالمشاركة بالفعل مع زميله هذا اللاعب. السد سلت وتصويبة واستعجال. المأزق عرباوي. اتعكست الآية اتقلبت الآية. هيلعب على الزمن هجمة المباراة. الجميع يشير من الخارج اهدى اهدى. هو هادي دومينيك عارف بيعمل ايه. معلم كبير رايح وجاي والدريبل وهيخلص. ما خلصش. رجعت الفرصة للعربي. 10 ثواني والدرايف والباس والدفاع من باباكار. إذن المباراة للسد. كرة المباراة. اللقاء الرائع. السد يعزف منفردا. السد يغرد لوحده. السد هو الفريق المتصدر بجدارة. الفريق الذي لم يهزم بعد مباراة أقل ما يكون عنها. إنها المباراة الرائعة للعربي الأروع هذا الموسم. مبروك للسد ب 78 نقطة. هاردلاك للعربي ب 76 نقطة. لا تذهبوا بعيدا. هناك الآن بعد قليل مباراة الغرافة والغرافة والشمال بصوت الزميل محمد سليم. فلا تذهبوا بعيدا. كنت معكم وسعدت بلقائكم. أشرف توفيق اقبلوا تحياتي. دمتم في أمان الله.